أولى فقرات حلقتنا هنروح ونفكر حضراتكم بإيه النتائج اللي حصلت في الأسبوع الماضي، والبداية من الدوري الإنجليزي. الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة السابقة واتفورد بيتعادل سلبيا مع توتنهام هوتسبيرز في مباراة اتلغى فيها هدف لفريق توتنهام. توتنهام اتلغى هدف، تقريبا الكورة كانت بأكملها ب 99% عدت الشباك، لكن زي ما حضراتكم عارفين أكتر حاجة فيها ضمير في الدوري الإنجليزي هي تقنية الجول أو النو جول. أرسنال بيتعادل إيجابيا 1-1 مع شيفيلد يونايتد، مانشستر سيتي بيتعادل إيجابيا أيضا 2-2 مع كريستال بالاس في مباراة كانت قوية جدا جدا من جانب كريستال بالاس. نيوكاسل يونايتد بيفوز 1-0 على تشيلسي، أما بيرنلي بيفوز 2-1 على ليستر سيتي علشان يكون كل النتائج في صالح فريق ليفربول. ليفربول بيفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0، ومحمد صلاح أخيرا بيفك العقدة اللي لازمته لخمس ماتشات على التوالي ضد صفوف مانشستر. كان الكل بيسجل مع محمد صلاح كانت عنده المشكلة، لكن صلاح بتفوقه بإصراره بعزمته المصرية اللي احنا عارفينها عنه قدر انه يفك العقدة الحمد لله. يلا نروح للجولات القادمة في الدوري الإنجليزي علشان نفكر حضراتكم بأبرز مباريات الجولة. يوم الثلاث 21 يناير شيفيلد يونايتد مع مانشستر سيتي، والمباراة دي هتكون بكرة. جولات هتكون يوم الثلاث ويوم الأربع علشان يعني بتكون مكان تأجيلات أو مكان مواعيد ماتشات سواء في دوري الأبطال أو في كأس الرابطة أو حتى في كأس الاتحاد الإنجليزي. شيفيلد ومانشستر سيتي بكرة إن شاء الله الساعة 9:30. أما مباراة القمة اللي هتكون الساعة 10:15 بكرة، تشيلسي وأرسنال، مباراة قوية جدا. أرسنال يعني مش شايف قدامه الفترة الأخيرة، كل ما يخرج من مباراة يقع في مباراة تانية أقوى منها، وبالتالي مش عارف يلاحق على النتائج السلبية اللي موجود فيها في الفترة الأخيرة، واللي طبعا كلنا صعبانين أو هو صعبان علينا هو أرتيتا المدير الفني اللي انتقل من العز والراحة في اختيارات اللعيبة والبدلة اللي موجودين إلى اختيارات محدودة جدا، وفرق أو فريق بيخسر أو فريق عنده حظ سيء جدا، وبالتالي أرتيتا عنده تحدي مع لامبارد، اثنين من المدربين اللي عندهم مستقبل كبير جدا في عالم كرة القدم. يوم الأربع توتنهام هوتسبيرز مع نورويتش سيتي، أما ليستر وويست هام أيضا يوم الأربع، وختاما يوم الخميس 23 يناير الساعة 10 مساء ولفرهامبتون عنده مباراة قوية أمام ليفربول. هنشوف فريق الولفز هيقدر يوقف القطار لفريق ليفربول ولا فريق ولفرهامبتون هيسقط كما سقط باقي فرق الدوري الانجليزي. قائمه هدافين الدوري الانجليزي، جيمي فاردي اللي وقف عند 17 هدف والكل بيقرب منه، سيرجيو اجويرو 15 هدف، 14 هدف بيتساوى فيه داني انجز، ماركوس راشفورد وامريك اوباميانج الغائب عن المباراه الاخيره لنادي ارسنال، اما اخيرا تامي ابراهام لاعب تشيلسي عنده 13 هدف. نروح لجدول الدوري الانجليزي الممتاز علشان نفكر حضراتكم بالمراكز وفارق النقاط ما بين الاول والثاني والثالث والرابع والخامس. ليفربول 64 نقطة عنده مباراة مؤجلة، السيتي في المركز الثاني 48 نقطة، ليستر سيتي 45 نقطة، تشيلسي 39 نقطة، ومانشستر يونايتد في المركز الخامس رغم الخسارة ب 34 نقطة. نروح للدوري الإسباني ونفكر حضراتكم بالنتائج السابقة للدوري الإسباني. ليجانيس بيخسر 0-3 من ختافي، ريال مدريد بيفوز 2-1 على أشبيلية، وإيبار بيفوز 2-0 على أتلتيكو مدريد، وريال مايوركا بيفوز 4-1 على فالنسيا، وأخيرا برشلونة بيفوز 1-0 على غرناطة. نروح للجولات القادمة في الدوري الإسباني، والبداية من يوم السبت 25 يناير فالنسيا وبرشلونة، وإعادة للقاء نهائي الكأس الأخير واللي فالنسيا فاز فيه على نادي برشلونة، لكن المباراة هتكون في الدوري على ملعب المستايا ملعب فالنسيا الساعة 5. أما إشبيلية عنده مباراة أمام غرناطة، أتلتيكو مدريد أمام ليجانيس الحد الساعة 1، ختافي وريال بيتيس كمان نفس التوقيت الساعة 1 يوم الحد، وأخيرا الساعة 10 ختام مباريات الدوري الإسباني ريال مدريد أمام بلد الوليد على ملعب بلد الوليد. نروح لهدافين الدوري الإسباني علشان نعرف الصراع القوي جدا ما بين ميسي وبنزيما. ميسي بيتفوق ب 14 هدف، يليه كريم بنزيما 12 هدف، ولويس سواريز 11 هدف، وأفيلا لاعب أساسونا 9 أهداف، وروجر مارتي سلفادور لاعب ليفانتي 9 أهداف، وأنتي بودمير لاعب ريال مايوركا 8 أهداف. نروح لجدول الترتيب الدوري الإسباني علشان نقول مع حضراتكم من هو صاحب الصدارة. صاحب الصدارة هم برشلونة 43 نقطة، وريال مدريد 43 نقطة، أتلتيكو مدريد 35 نقطة، أشبيلية 35 نقطة، وختافي 33 نقطة. نروح للدوري الإيطالي.
علشان نفكر حضراتكم بنتائج الجولة السابقة. لاتسيو بيفوز 5-1 على سامبدوريا، نابولي بيخسر 0-2 من فيورنتينا، وميلان بيفوز 3-2 على أودينيزي، ليتشي بيتعادل إيجابيا 1-1 مع إنتر ميلان، ويوفنتوس بيفوز على بارما 2-1. نروح للهدافين أو نروح عفوا للجولات القادمة في الدوري الإيطالي. الجمعة 24 يناير بريشيا أمام ميلان الساعة 10 إلا ربع، وتورينو وأتلانتا الساعة 10 إلا ربع يوم السبت، إنتر ميلان وكالياري يوم الحد 1:30، وروما ولاتسيو لقاء قمة، لقاء الديربي، لقاء ملعب الأولمبيكو هيكون يوم الحد الساعة 7 إن شاء الله، وأيضا لقاء قوي جدا هيكون بعديه الساعة 10 إلا ربع في نفس اليوم، نابولي أمام اليوفنتوس الساعة 10 إلا ربع. طيب نروح لجدول قائمه الهدافين. إيموبيلي النجم 18 هدف، كريستيانو رونالدو 16 هدف، لوكاكو 14 هدف، وجلفاو 13 هدف، ولوتارو مارتينيز 10 اهداف، ولويس موريال لاعب اتلانتا 10 اهداف. جدول ترتيب الدوري الايطالي، يوفنتوس في الصدارة و 51 نقطة، أما بالنسبة للمركز الثاني إنتر ميلان 47 نقطة، ولاتسيو في المركز الثالث 45 نقطة، وروما في المركز الرابع ب 38 نقطة، أما أتلانتا في المركز الخامس ب 35 نقطة.